قائمين على لكل أعضاء المكتب الإداري لجمعية الفن والإبداع على هذه الأمسية الرائعة. مرحبا بالحضور الكريم، كذلك أرحب بالمناضلين الثقافيين لكل من علام الحمدوني والعباسي وأيضا حمدي ومحمد عرجوني. طبعا نحييهم ونقدرهم على هذه المجهودات التي يبذلونها خدمة للثقافة على الجهة في الجهة الشرقية. طبعا قصيدة بعنوان لم يعد للنبوة صوت، خلفي ضباب أمامي زحام، أضيعني باحثا عني بين البشر، جسد الخرافة القديمة ما يزال يغري عثرتي ويبعث في صوتي ذبذبات لحن عديم الصوت، تنادي على حلمي بلغة مطمورة بصمت يمسح قسمات وجهي بلون ماض من سحاب. لا صوت أسمعه غير صمت ولا لن يعود، غير رجع صدى كلمات وهمية تسقطها جاذبية الأثير ليطمرها نفق الأذن، غير حشرجات صخر يشتاق إلى الماء وقطرات في السماء يكفنها الهواء، غير خرير يتنخل بين الصخور راويا عشب الصخور، خلفي ضباب أمامي زحام، أتيه باحثا عني بين الشجر، لا صوت أسمعه غير صوت أجنحة ترقص بين الظلال لترفرف نحو الفراغ، غير زقزقة بين أغصان عطشة حافية تمشي الريح على أوراقها اليابسة، غير صمت أشجار صامت من زمن ولم تفطر تبيت عند الشمس تلتحف النور وتعب من زرقة السماء كأس المدام، خرس الصوت أجهد الصمت، لن تعود العصا لتلقف الحبال ولا لتسمعنا صوتا بجاس العيون من الحجر، لو لن يعود المسيح ليخبرنا أننا ملح الأرض وخبز السماء، لا ولن يعود أوكتافيوس، مضى عصر النبوة ولم يعد للنبوة صوت، لن نحتاج لرسول يكلم ربه، لحبيبتي صمت غدير أعشقه حين تحل ضفائرها تحت سعف النخيل والشمس باردة كما الصقيع، لحبيبتي شطح عبير أستنشقه حين يساقط كعبها ويسر الرحيق فينا من الوريد إلى الوريد. طي شائر هناك في همس النشيد كانت حبيبتي تغني للرمال أغنية الجرح القديم، تجلس في حضن السرير وتنفض النعاس عن أهدابها، تنشر ثوب غنجها من بين النجوم وتحتسي فيض المطر.